حاجات نتشكاو منها معناها في النقل في القطاع نتاعنا نحن اللي هو البوند الحمراء لواج. بالنسبه لنا نحن كان قبل رئيس الحكومه خرج قال تلتزموا بالحجر الصحي. التزمنا بالحجر الصحي، شدينا ديارنا 3 شهور. خرج هو الله يسامحه تو مشي على روحه، قال ما فماش تونسي يبقى جيعان. احنا القطاع ذي لواج سيارة أجرة لواج ما سهل عليه حتى واحد. هذا واحد. اثنين، صبوا لثلاثة من الناس في 200,000 والبقية الكل الأغلبية ما فماش مولا 1% مولا مول يسوق في الكهرباء نتاعو، البقية كلها شوفرة. بالنسبة حال حليلة القطاع، بالنسبة مش تحكيك حد القطاع، حد القطاع النقل. قطاع النقل عاملينه بيع وشراء، ما فماش شكون سهل، ما فماش شكون تكلم. في وقت مات الكورونا ومات العباد فهمتني ولا شادك رهبها وعباد مش تخدم مش وافره ولا صاحب لواج ولا شوفير. ما قعدت العباد ضربت 3 شهور ونقول لك 2% تقيب عباد خذوك ال 200,000 بكاء كلها حديث وبيع وشراء. ولما طلع بعضها العباد ومشت وهبط فهمتني ولا وعطاصمت وواحد داخل والداخل كل واحد خذا نصيبه باش يرضى. اش بيك انت؟ انت بتتكلم على غيرك؟ ما تتكلمش على غيرك، اش حاجتك انت؟ اش تحب؟ تحب اش تحب؟ هاي تفضل هاي برا سايب عليك. ومشت هكاك في ملايين، مشت العباد كلها هكاك، عاركت العباد ضربت بالله. تجي مثال واحد عنده 3 و4 صغار وتلقاه 3 و4 شهور. منين مش ياكل منين مش يشرب. فما عباد دخلت في الريسيت تاع كهرباء تاع العباد تو تعاني من مشاكل. فما عباد سير فيها يعني يا لهم كان رب الخالق. بالناس مش تحكي لي على قطاع لواج، قطاع لواج اللي يحب له ياس. اولا فماش وزاره، فماش وزاره نقل، فماش وزاره نقل قويه. فهمني؟ وما فماش حتى حاجه تشجعك انت باش تخدم بها. متعرضين لكل شيء. السخان راك تحكي انت الاولى قلتي فماش حالات من الوفدين. خي هو كي يجي من ايطاليا ولا يجي من برا ويجي يركب معايا فما كانش. خنا عندي واحده مش نعديها له سكانير، مش نعرفوا اسكو مريض ولا مش مريض. علاش في الباب ما فماش؟ باهي يرحم والديك. برا تراه انت تكلمي، كانت تكلمي تولدك بوهيل طيب يضحكوا عليك. يقول لك انت واش تحكي انت؟ مش نعمل كل واحد اباري باش نشوفوا اسك عنده سخان ولا مريض ولا مش مريض. هذا يحكي مراك هاو يجي ما ادري ايش يركب معاك في الكهرباء فهمتني ولا. هذا مرض معدي سريع العدوى. اقل حاجه فهمتني ولا تصبح انت فهمتني ولا تعاني والعباد تعاني وتصبح عيلتك وصغارك والدنيا كل تعاني فهمتني. يعني ما فماش حتى حاجه، ما فماش اداه تاع سلامه، ما فماش فهمتني. ما عندكش انت مش تقول لي مثال حاله وافده ما ادريش علي. خير انت تو في محطه كيما راك تدري على العباد شكون فيها كي يدري ولا قد نقول ربي يطب بينا. ما تدري شكون فيها مريض بيناتنا. انا وصل السيد نتاع اللي يمثل القروين في المجلس التاسيسي يركب معايا، وجيته في الولايه وقلت له انت قداش مره مشيت معايا وما تكلمش عليها. بالنسبه لنا نحن احنا غيره كان المجوس الصغار الواحد يلقط في خبزه الصغيرات والله العظيم لا تلقى واحد يسوق فيها اللواجه هذيا. هم شونا وتعبين ولحد التو بالنسبه للبوند الحمراء هذيا ما عندهمش حاجته بالجو. هو بالنسبه للمسؤولين والوزراء ورئيس الحكومه والكلهم حاجتهم بالطيران وحاجات. بالنسبه للنقل هذيا نتاع الغير منتظم والله ما نعرفش وقتاش باش ينظموه. هما ديجا ديما الكلمه نقل غير منتظم، ما نعرفش وقتاش باش السيد وزير النقل ولا المسؤولين ينظموه هذيا باش ناكلوا الخبز لصغارنا. بالنسبه لنا نحن البوند الحمراء هذيا راي اختي اقل من صفر. وعلى ذكر الجو قلت لي لهين بالطيارات وحاجتهم بالطيارات، فما برشا حالات وافده كل يوم نسمعوا بحالات جديده تسجلت وافده من الوافدين. برشا مسافرين اكيد يهبطوا من الطياره يجيو هوني باش يتنقلوا معاكم في لواجات. نخافوا ولا لا؟ واحد عنده صغار وعنده كذا ويخاف على حتى امور معناها حتى على الشرع حرام عليك باش تضر انت انسان تذكر عليه يموت وكذا. معناها بالطبيعه نخافوا ولا لا؟ وزارة النقل وفرت لكم شويه مستلزمات وقايه؟ والله وحدنا والله لا فما لا نقل ولا مسؤولين. بالنسبه للوقايه وحدنا، نشرو في البافيات، نشرو في الجيل، كل شيء وحدنا. هاك ترى الوسخ بر باش يدخل توا للتواليت نتاع الرجال هنا يشمك الريحه اللي فيها تقتل الريحه. فما تواليت غادي كيف فيها امراه تشعل شعلان لا يا بها امراه. اما نتاع الرجال هنا كانت توقف فيها نفسي تقطع عليك حتى هنا الداخل زاد كيف كيف. هاي كيف كيف الوسخ كيف كيف. اغزر غادي كيف بعد الكيشي الناس تقص اغزر الوسخ غادي كيف نوع. والفلاقه البرة تعبي
هو يعبي يعمل طريقته على الصباح وانا نبات بالنهارين وبالثلاثة انا. علاش؟ هو عنده رخصة. يعني هو مخالف يقفل برا ما يستناش الصف يعبي. الصف يعبي ويمشي وما يكلموا حد. علاش؟ فماش قانون. كان وقت الزين وقت بورقيبة الفلاقة هذوما كان عندنا واحد رئيس مركز يقول الصباع واحد ما يخليش يلبر. مشى الصباع مشات المحطة. عز واحد خدم. فماش شكون لاهي بكم؟ فما مش لاهي. فما هذا. قداش هاكو هذاك هاكو هابط هذاك لاهي هاكو هابط. عامل واحدة هنا في صدره فما شيء. هذاك ما تمشيلوش تقولوا الناس اللي قاعده تعبي لبرا ما يسمعنيش. هاو نمشي نكلمه توا قدامكم هاو تشوفوه كاش يدور وجهه مني. ايه هاي نمشي مع بعض نكلم. لا لا تو نقعد نتعارك انا ياخذوا عابديني هنا ويكسروا لي كرب. يعني طالب بحقك تولي مطلوب. باختصار اختي فما اربعه من الناس ماكسيموم شقولوا 1% ما تجيش. فما حكيت 10 كراهب يعقموا في كراهبهم بجافيل والواحد وعندي لي باف وليجيل عندهم معني. لكن كمستوى هل منظمة الأعراف اللي لاهية بالهنية المحطة من اللي دخلنا هذه هي المحطة لا عقموها لا نظفوها لا تخزر الزنك وتخزر معنيها لا فما وقاية لا فما حد شيء بالنسبة لمنظمة الأعراف وزارة النقل وكل أعطيها الفلوس أعطيها على حاجتهم بتدخيل الفلوس وادى اطر يدخل فيها الكهرباء راي مسيهمه في المجتمع التونسي مسيهمه اللواج هذيا راي بصفه راو القاضي يركب معايا راو الوزير يركب معايا راو التلميذ اللي يقرا معناه واحد هاكا بالحاضر هاكا جاي من المطار هاكا جاي من المطار بالحاضر هاكا هاكا ديت الفاليز هاكا لا بافيت لا حمايه لا حتى شعار هاكا جاي من المطار ديريكت هاكا شو سبحان الله هانا لازم تصوروا هاكا هاكا حتى بافيت ما واش عمل هاكا جاي من المطار داري عليه انت تو مريض انا ذاك مش مريض نسركبوا معايا للواج مش الناس باش نعمل مانيش ما عندي نجم نعمل ما نجم عنديش حق باش نمنعهم هذاك باش يرت هاكا بفاليز هاكا حتى بافيت ما واش عمل هاكا جاب ربي ريتو يعني بيت القصيد هذا ماهوش محمي جملة واحدة قطانة فهمتني قطانة احنا ماهوش محمي جملة واحدة وكما قال لك زميلي راهو قليل اللي تلقاهم يعقموا بالكره وما نجموش نمنعوه احنا نقولوا له ما تركبش يقص يجي تيكي مش نمنعوه نقول له ما تركبش حتى بالحاكم يغلب ها مش هذا ما نقول لك هاوكا على عينيكم جاب ربي هانو على عيني هانو واو كلاعب لا محمي لا حد شيء يعني تصوروا انت هو بينه وبين روحه راهو يتسائل يقول شبيني دخلت الواجيت المحطه الواجيت ما لقيتش شكون في الباب قاسلي سخانه شبيما فما حد اني على البافي في المطار اللي مسايبين احنا ما عندناش في باك انت هنا يقيسوا في سخانه ولا ما يسميش مثلا احنا ساعه على ساعه نقول يعني راكب كمان انا جانا كنا راكب جاي من قطر ولا درا منين ماهوش عامل بافيت قلت له انا مع صديقي مش تركب عامل بافيت اول حاجه تيكيما ما سيتيش من عنده المان نتاع كهرباء حلوا وحده فاليز وحلهم وحدهم وطلعتهم من تيري ما كذبش عليك قلت معاه صديقك كهرباء اركب من تيري اش وفره قالوا لكم شبيكم ماكمش موفرين لنا مستلزمات الوقايه مع العلم انكم سمعتوا اللي فما حالات وافده ويوميا يركبوا معنا على الاقل مئات المسافرين اللي جايين من برا من مقيمين بالخارج ايوه بسم الله الرحمن الرحيم مزازي الخالق كالمخلوق مزازي المخلوق كالخالق هكا ولا ويلزم شما درجه من الوعي على سبيل المثال عاملين لهنا كيما التواليت صغيره لهنا وحاشيك ثم مش في المستوى ما نجمعش انا وما نعممش وين يحطوا في الفضل تاعها انت تحكي احكي لي على الموضوع يا منذر سامحني احكي لي على الوقايه عندكم هنا وقايه نتاع الحجر الصحي نتاع المرضى اللي يوفد من المطار من المطار هذاك من زعما اي عقمتهم حتى تعقم ما عقم حتى لا لا تعقيم ما فهميش هاو نجيبوا الشوافر وكل انا نهار عقمه انت عقمه منظر انت خادم خايف على خبزك غاديك ما يجيش انت راك خدام كيف كيف المحطه ما تعقمتش انت ما تعطيش معلومه غالطه قول لي علاش علاش هاوش فاهمك علاش انت تو في الليل متواجد هنا شوفي ما في بالكش يجي في الليل كاميون وينظف انا متواجد ما في بالكش كيفاش في الكبسه والله صلحني والله يمين ربي انا خاف ربي والله الحقيقه واش هذا مدينه انا لو سخلي راه فيه ظهر عنده 3 ايام 4 ايام ما تنظفتش المحطه هاي هاو معايا هاو يصوروا هاي كاميرا وندوروا كهرباء وندوروا كان تلقى بلاص تعقيم نعرفها بنية عمي ما نحبش نتعمق معاه اسمعني بنتي الحديث هذايا نتاع كيما الجماعه اللي في البلاتوات الحديث هذايا جاي خاطر الجماعه نتاعو كذا يتحدث
لا فما تعقيم والله بيت بيت هنا. انا كرهبتي تونسيه تجيب الشطر من بيت ونروح يوم الغدوه غير اليوم عيد، انا مش نعمل فواياج فيل بالنسبه لليوم. شوفي رد فعل معناتها رد على كلامه هو والله العظيم الا فما تعقيم. هي نحن قمنا بكل ما يجب القيام به من اجل الوقايه ومن اجل تحسين المواطنين من العدوى كورونا، لكن في وقت الاكتظاظ يصعب علينا باش نوفقوا الامور هذه وباش نجموا نسيطروا على المواطنين، بحكم انه الزحمه وانه الناس تحب كل حد يحب يروح وقله التوفير، يعني قله السيارات الموجوده، لان السيارات كلها تكون في المناطق الداخليه في العاصمه تكون قليله السيارات باش للعوده. اذا باش نوفروا نحن الوقايه تكون صعيبه شويه علينا والمساله تكون صعيبه شويه. انا عندي الوحده نتاعي، عندي النمسح وعندي الجال نستعمل فيه، الجال موجود نستعمل الجال فيرا ميزور كل مره، كل درج درجين نستعمل الجال الواقي. وبالنسبه للقوم اللي نجيب نستعملها لان ما هيش مع الفلوس ما نجيب نشد الفلوس.